الآن يجب أن يكون لديك تصور عن مفهوم قالب مكونات. هذا التصور يعني أن يمكنك تحرير كل الموقع، كل الموقع من المحرر هذا الموقع. طيب، هنالك فكرة أخرى بقالب المكونات، وهي الفكرة نفسها التي كانت بقوالب كلاسيكية. إذا كنت تعرف القوالب الكلاسيكية، ولا داعي أن تعرفها، لا شرط أن تعرفها حتى تتابع معي في هذا الكورس. يعني هذا الكورس لا شرط أن تكون تعرف بالقوالب الكلاسيكية، لكن إذا كنت تعرف فأنا سأعطيك يعني تلميحات معينة. فإذا بالقوالب الكلاسيكية كان هنالك شيء اسمه تمبلتس. تمبلتس التي هي مثلا الآن لدينا مثلا هذه هي المدونة التي لدينا. مثلا دعونا نفتح الموقع، مثلا إذا كان لدينا مقالات لنرى إذا لدينا مقالات. فإذا لدينا مثلا هذه المقالة، جيد. فإذا قمت أنا بعرض هذه المقالة فبالقالب الكلاسيكي أو السابق، فهذه المقالة، هذه الصفحة اسمها تمبلت سينجل أو بوست سينجل أو سينجلر، هكذا اسمها. وإذا أراد المطور أن يعطي شكل معين لهذه الصفحة، فعادة ما الشيء الذي كان يقوم به؟ كان يقوم بإنشاء تمبلت مخصص لهذا، يسميه سينجل أو يسميه سينجلر، ويقوم بإضافة ما يريد بالملفات، بالكود، بالملفات، ويكون هذا هو يعني يتم عرضه بهذا الشكل. هذه الطريقة القديمة. فإذا بالطريقة القديمة، إذا أراد الشخص أن يقوم مثلا بالتغيير الأشياء هنا، لا يمكنه أن يقوم بها إلا إذا المطور القالب أو مطور نموذج أتاح له ذلك، يعني أعطاه خيارات لهذا. في أغلب القوالب لم يكن هنالك خيارات، فالمطور مثلا يعطي شكل ثابت نوعا ما مع بعض التغييرات، غير اللون، غير الخلفية، غير هذه الأمور، لكن بشكل عام لا يوجد تحكم لا نهائي بالعناصر. فهذا يختلف تماما عن الآن قالب مكونات. ما زال لدينا التمبلت، يعني ما زال لدينا ملف اسمه سينجل، جيد، وليس ملف PHP بل ملف HTML، وسنرى ذلك بالكود الآن، سنرى ذلك كيف سننشئه. والتحكم بالعناصر الموجودة سيكون تحكم تقريبا لا نهائي، أو يوجد حرية كبيرة جدا بالتحكم بالأشياء الموجودة فيه. فبالتالي أنا الآن إذا أردت تحرير هذه الصفحة، بالرغم أنا مثبتة القالب الافتراضي، لكن أردت تحريرها، فبكل بساطة أقوم بالنقر أيضا على تحرير الموقع. لكن لاحظوا الآن يقوم بفتح لي تمبلت جديد، والذي هو سينجل بوست، يعني تمبلت آخر، ليس أقصد جديد، شيء آخر وهو سينجل بوست. هنا قام بفتح البلوغ هوم. فإذا في المكان الذي أقوم بالنقر عليه تحرير الموقع سيظهر التمبلت. فأعزائي، إذا كان لديكم سؤال اتركوه في خانة التعليقات حتى أنا أفهم أن هذه لديكم مشكلة فيها، وأنا أقوم بتسجيل فيديو وأشرح لكم. إذا أردتم فعلا التعلم فتفاعلوا معي، فأنا أستجيب للأسئلة المهمة. فإذا هذا هو صفحة السينجل. فإذا أردت مثلا تغيير مثلا عنوان هنا، إذا أردت مثلا تغيير ولا أريد H1 مثلا أريد H4، يمكنني أن أغير هذا. تخيلوا، حتى يمكنني أن أغير تقريبا بال HTML، يمكنني مثلا أن أجعله رابط، يمكنني مثلا أن أقوم بتغيير اللون وتغيير الخط وتغيير الأبعاد، يعني هو مش داخلية خارجية، يعني padding margin. فيمكنني القيام بالكثير، جيد. فنوعا ما حرية أكبر بكثير من الحرية التي كانت لدي مع قالب كلاسيكي. فإذا الآن هذه هي فكرة قالب المكون وكيف يعمل. إذا أردت مثلا أن تستخدم محرر الموقع لإنشاء قالب مكونات، يمكنك ذلك بكل حرية، حتى لو لم تكن أنت مبرمج أو حتى لو لم تكن مطور، يمكنك ذلك بكل حرية. كيف ذلك؟ مثلا أنت هنا مثلا تقوم ب مثلا دعونا نخرج من هنا، سأخرج من هنا حتى أريكم شيء آخر. فإذا هنا بالمظهر، إذا ذهبت إلى المحرر، لاحظوا المحرر، إذا ذهبت إليه وأنا مثبت قالب مكونات، شرط أن أثبت قالب مكونات، أنتم قموا بتثبيت قالب مكونات، قالب مكونات الافتراضي 2024 الذي هو الافتراضي يعني. فإذا لاحظوا سيتم فتح هذه الصفحة هكذا. طيب، أنا ماذا أفعل؟ أذهب للقوالب، فسيظهر لي القوالب الافتراضية المتاحة من قبل القالب مكونات الخاص بي.
والآن يمكن مثلا أن أقوم بالتعديل على كل واحد من هذا. فمثلا لدينا صفحة All Archives، لدينا صفحة البلوج هوم، لدينا صفحة الإندكس الافتراضية، صفحة مثلا 404، صفحة بيجز، الصفحة البيجز. طبعا أنا أقول صفحة، أقصد نموذج، يعني الكلمة الصحيحة نموذج أو بالإنجليزية template. و يعني أنا أوضح لكم بالإنجليزية والعربية، لأنكم إذا قرأتم الإنجليزية ستجدون العبارة بالإنجليزية، لن تجدونها بالعربية، ستفهمون أكثر يعني. فإذا هنا البيجز هي الصفحات، لكن هذا الشيء الذي أنا أعدله هنا هو تمبلت الصفحات أو تمبلت الصفحة الأحادية، الذي إذا كنت تعرف قوالب كلاسيكية الذي كان اسمه beige.php الآن أصبح اسمه beige.html. جيد، فإذا هذا هو. فالآن إذا أردت تعديل هذا يمكنني ذلك، مثلا يمكنني أن أحذف الهيدر، يمكنني أن أحذف الفوتر، يمكنني أن أضيف صورة، يمكنني أن أضيف نص، يمكنني أن أضيف أي شيء أريد. وليس هذا فقط، ليس هذا الموضوع فقط، بل أيضا يمكنني أن أقوم مثلا بإضافة نموذج مخصص لكل صفحة. يعني مثلا أنا لدي هنا صفحة خاصة مثلا بالصفحات، كل الصفحات. فإذا لدي صفحة جديدة، صفحة مكون، صفحة كل هذا، كل واحد يمكنني أن أقوم بإنشاء نموذج لها جميعها مشترك، ويمكنني إنتاج نموذج خاص لهذا، لهذا، خاص لهذا، خاص لهذا، وهكذا. جيد؟ فإذا الآن هذه هي الفكرة العامة بالنسبة لقوالب المكونات. الآن سنرى كيف تنشئ أول قالب مكونات بالنسبة لك. فإذا الآن سنذهب إلى القوالب. طبعا الآن شرط أن تعرف بتطوير ووردبريس، أو على الأقل تعرف هيكلية ووردبريس أو هيكلية ملفات ووردبريس. فإذا للشخص الذي لا يعرف، اسمحوا لي أن أعطيه لمحة بسيطة، وأنت كشخص تعرف يمكنك الانتقال للقسم التالي إذا مللت من هذا الموضوع. فإذا للأسف هنالك بعض الأشخاص لا يشعر أن هنالك أشخاص آخرين لا يعرفون ما يعرف، ويجب أن يتم الشرح لهم. فلذلك هنالك هذا الفيديو سيكون مقسم لأقسام، وكل قسم موضوع. فأنت إذا لم يعجبك موضوع انتقل للموضوع الذي بعده. جيد؟ فإذا الآن أعزائي بالنسبة لووردبريس، فإذا هذا هو ووردبريس، هذه هي ملفات ووردبريس. فإذا قمت أنت بتثبيت ووردبريس فستجد فيه هذه الملفات. ولاحظوا أعزائي هنالك مجلدات، مثلا ووردبريس أدمن، ووردبريس كونتنت، ووردبريس إنكلود، وملفات أخرى. الشيء المهم هو ووردبريس كونتنت. فإذا سنذهب إلى ووردبريس كونتنت ونقوم بعرض الملفات، فإذا لاحظوا لدينا هنا themes، لدينا plugins، ولدينا uploads، لدينا languages، هذه الأشياء. المهم الآن لدينا هو themes، هو مكان وجود القوالب. إذا ذهبت إليه فسأجد لدي قالب 2023 المثبت لدي، أو 4 المثبت لدي، و 3 و 7، وهنالك قالب أنا قمت بإنشائه مسبقا اسمه LWNTest، وهذا index غير مهم.